بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة كانت قوية بالأخص في المرميطة، وكمشي الدراري كانوا عازمين باش يحققوا واحد ثلاث نقاط باش تخلينا نصبروا الترتيب، والحمد لله هادشي ما كيجيش مع الفريق اللي جاي على الخدمة ومتابرة. وشنو بعد الدخول ديالك يعني تقلبات شوية المباراة وكذلك سجلتي هدف؟ هادشي مع الخدمة وهادشي ديال الله، واش فهمتي، ورده ديال الوالدين، وبنادم ديما خصو يكون كونسونطري 100% باش تجي الفرصة يكون مزيان يعطي البلوس الفرق. باش نقدروا نشوفوا الفرق ان شاء الله وبيضربوا كاين نفس الصوت. ان شاء الله ان شاء الله هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله، ويكون خير من هنا لقدام ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.